ازيك؟ كويس. عامل ايه؟ الحمد لله. عارف الجهاز اللي انت قاعد عليه ده ايه؟ لا. ده جهاز كشف الكذب. حط ايدك على الجهاز الاحمر والاخضر. برافو عليك. اسمك ايه؟ عمر محمد جلال. برافو عليك يا عمر. عندك كام سنه؟ 7. حاسس انك مرتاح ولا قلقان؟ قلقان. تحب المدرسه؟ قوي ولا نص نص؟ نص نص. ايه اللي مش بتحبه في المدرسه؟ ان اصحابي يضربوني. بيضربوك ليه؟ يعني عشان ما بعملهمش حاجه وبكون بهزر يعني كده. انت شقي يعني؟ صح. طيب مين اكتر واحد بتحبه في المدرسه؟ ياسين. ومين اكتر واحد ما بتحبهوش؟ عبد العزيز. ليه؟ هو ده اللي بيضربك يعني؟ بيضربني. الضرب بيوصل على قفاك؟ كتير؟ قوي؟ المدرسين بتوعك بتحبهم؟ كلهم؟ مش كلهم يعني. مين بتحبه ومين ما بتحبوش؟ مس الماس هالة بتحبها؟ مس الانجليش ما بحبهاش. بتاعت الانجليش. ليه الانجليش بقى بتعمل لك ايه؟ يعني بتضايقني، بتزعقني كتير يعني. عشان انت بليد؟ يعني صح؟ Why don't speak English? Because English is easy. We don't do it here. يعني مش فاهم. Why don't you understand me? Because I speak English is very easy. يعني عشان I'm small is very correct in impossible English. بس ما بعرفش اتكلم English. Why? الناس بتاعت الانجليش يعني ما بتدبش عليها قوي يعني وكده. Why don't you understand from Miss English? عشان بيبقى اصحابي بيقعدوا يكلموني كتير يعني انتبه بس. طب قولي، بتحب تعوم؟ بنزل البحر ساعات. بتنزل البحر صح؟ ما بتنزل بتعمل بيبي؟ لا. بعمل. تعمل ولا ما بتعملش؟ بعمل. تعمل كتير ولا قليل؟ كتير. بتقول الحقيقة من الأول، ترفعليش حواجبك. حياتك عاملة ازاي من غير سنان؟ حياتي وحشة من غير سناني. معجب ببنت في الفصل عندك؟ أنا؟ اسمها؟ سمع. قلت لها إنك بتحبها؟ لا. طب وليه ما قلتلهاش؟ لسه يعني المدرسة خلصت وهي كانت في فصل غير فصلي. ونفسك تبقى معاك في الفصل؟ انت عارف انها هتعرف انك بتحبها؟ ليه؟ اما تشوف البرنامج هتعرف. هتعرف. تقول لها ايه من خلال برنامجنا؟ عشانك يا سما هعيد السنة. لكاميرتك وبحب واداء. عشانك يا سما هعيد السنة. ايوه كده، برافو. تغني لها اغنيه ايه؟ لما القلب يدق 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 صدقاته بتعلى وتقول لينا نعيش ونقول للفرحه وللحزن نقول لا ونقول للخوف ابعد عن داريت ما تجيش سحر الدنيا يبان لما يشوف الأبيض الأسود موجود علشان البرق يبان الصورة بتحلى بتفاصيلها. خلاص كفاية. الجهاز شايف إن صوتك وحش جدا. يا ريت ما تغنيش تاني. شكرا. وأنت كسبت عينا في المرحلة دي. اقلع الحاجات اللي أنت فيها وروح وأشوفك في المرحلة اللي جاية. أوكي؟